حركاته طلبة وطالبات الفرقة الثانية بالمعهد الفني للتمريض. احنا النهاردة هنشرح محاضرة مهمة من محاضرات الإدارة في التمريض. المحاضرة دي أنا اتكلمت نوهت عنها المحاضرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن الكلاسيفيكيشن والبلاننج. قلنا المحاضرة الجاية هناخد البلاننج تولز أو البلاننج هيراركي أو البلاننج إليمنتس. طيب هل البلاننج تولز والبلاننج هيراركي والبلاننج إليمنتس كلها مسميات لحاجة واحدة بس؟ واحنا هنعرفها ايه الحاجات اللي تحت البلاننج تولز او البلاننج هيراركي او الاليمنت اوف بلاننج. هل هي مهمه؟ هي مهمه جدا جدا، لان انا بحطها في البلاننج فيس عشان خاطر في الكنترولنج فيس اخر مرحله في العمليه الاداريه اقيس بيها اداء المنظمه واداء البرسونال اللي هم الاشخاص. تمام. طيب هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن اوتلاينز الاتيه. هناخد انترودكشن، هناخد يعني ايه فيجن، هناخد يعني ايه ميشن. خلي بالنا الفيجن يعني الرؤية، بينما الميشن يعني الرسالة بتاعتنا. هناخد بعد كده يعني ايه objectives، يعني ايه story philosophy، وهناخد values بتاعت المؤسسة، وهناخد goals، وهناخد objectives، وهناخد policy، وهناخد rules، وهناخد regulations، وهناخد procedures. طيب تعالوا نبص مع بعض كده عليهم. فيجن يعني رؤية، ميشن يعني رسالة، philosophy يعني فلسفة، values القيم بتاعت المؤسسة والقيم بتاعت الناس، الجولز الغايات بتاعتنا ايه، الاوبجكتيفز الاهداف بتاعتنا ايه، البوليسي السياسات اللي بتحكمنا، الرولز القواعد والريجوليشنز، وبعد كده هناخد البروسيجرز بتاعت المؤسسه او بتاعت النيرسينج كير. طيب هناخد اول حاجه انترودكشن. احنا بنقول ان المانجمنت فيها بلاننج، والبلاننج زي ما قلنا قبل كده ات از ذا فيرست فيس اوف ذا مانجمنت بروسيس. تمام. طيب في البلاننج انا بعمل ايه؟ بعمل فوركاست، بتنبأ اللي يحصل في المستقبل، بعمل اوبجكتيفز وبحط الاوبجكتيفز، بحط البوليسز البرود بوليسز بتاعت المؤسسه، بحط البروجرامز والبروسيجرز والسكيديول والبادجت. طيب البروجرامز البرامج سواء كانت برامج تعليميه بالنسبه للمرضى او بالنسبه للبرسونيل ان هم الاشخاص او الستاف نيرس اللي عندنا او الفريق التمريضي او الفريق الصحي، البروسيجرز الاجراءات المختلفه والسكيديولز جداول النبطجيات بتاعه الاشخاص اللي هيشتغلوا معانا ايه، وهنحط كمان البادجت او هنبقى عارفين يعني ايه بادجت في البلاننج اللي هي من خلالها انا هشتغل، اللي هي البادجت بتاعتنا الميزانيه بتاعتنا. هناخد اول حاجه في البلاننج تولز الفيجن. الفيجن يعني ايه يا شباب؟ الفيجن يعني رؤيه، الرؤيه بتاعتنا. الرؤيه يعني ايه؟ يعني الفيوتشر دريم. تمام. طيب نخلي بالنا كده، الفيجن هي عباره عن الانتندد مين. يعني ايه انتندد مين؟ انا عايز اوصل لايه، اللي هي ذا ابيليتي تو سيت الجولز، انا ابقى قادره ان انا احط جولز لنفسي عن وات ذا اورجانيزيشن وونت تو اتشيف، المؤسسه عايزه تحقق ايه بالظبط. طيب هي عايزه تحقق ايه بدون اخلاقيات وبدون قيم؟ لا، ده بيزد اون اتس فاليوز والمورالز. يعني احنا هنركز هنا ان احنا نوصل لهدفنا بس نحافظ على الفاليوز بتاع المؤسسه. يعني احنا وير وي وونت تو جو، احنا عايزين نروح فين، عايزين نبقى فين بالظبط. Without seeing something impossible. وانت بتحط البلانينج ما تحطش ابدا في دماغك ان في اي حاجه مستحيل. يعني ممكن نقول ان الفيجن بتاعت المؤسسه اكسبلين وير ذا اورجانيزيشن وونت تو جو، المؤسسه عايزه تروح فين في المستقبل، عايزه تبقى وضعها ايه في المستقبل، تنافس على انهي مستوى او على انهي ليفل. يعني اختصارها كده الفيوتشر دريم. الفيجن هي عباره عن الفيوتشر دريم. طيب الفيجن ستيتمنت يعني ايه؟ it is an image، هي عباره عن image of the desired future. انت عايز المستقبل بتاعك يبقى شكله ازاي؟ ايه المستقبل المرغوب فيه؟ طيب امال يعني ايه الفيجن اوف ذا نيرسينج سيرفيس ديبارتمنت؟ النيرسينج سيرفيس ديبارتمنت هل ليه فيجن؟ ايوه طبعا، وهو كمان بيعمل فورميوليشن للفيجن. تمام. اوف ذا هيلث كير اورجانيزيشن، يعني الفيجن بتاعت النيرسينج سيرفيس ديبارتمنت لازم تكون مشتقة من الفيجن بتاعت الهيلث كير اورجانيزيشن لانها جزء منها. كمان ان الفيجن بيبقى هو الجايد بتاعنا عشان نعمل البلاننج اوف نيرسينج سيرفيس ديبارتمنت. يعني انا لما يكون عندي فيجن كويسة هعرف اعمل بلاننج كويس للنيرسينج سيرفيس ديبارتمنت. طب نقول مثال كده للفيجن عشان نفهم ان احنا وي وونت تو بروفايد كواليتي كوست افكتيف كير وذ كمباشن. يبقى انا عايز اقدم عناية تمريضية متميزة او فعالة، وكمان اكون في نفس الوقت عطوف على المرضى وعطوف على الناس اللي انا الكاستمر او الكلاينت الزباين بتوعنا او المرضى بتوعنا. دي الفيجن.
طيب يبقى اول حاجه في البلاننج هيراركي او في البلاننج تولز الفيجن، تمام. نمره 2 على طول الميشن، الميشن او بنقول عليها البيربوس، صح. هنا قلنا او اتفقنا ان الميشن هنا هتساوي البيربوس، الرساله او الغرض من انشاء المؤسسه دي. طيب يعني الميشن اوف ذا اورجانيزيشن ديسكرايب ايه يا شباب؟ ديسكرايب وات ديسكرايب البيربوس اوف ذا اورجانيزيشن، يعني واي ذا اورجانيزيشن اكزيست. يبقى الميشن ستيتمنت هي ديسكرايب البيربوس اوف ذا اورجانيزيشن، يعني برضه هما الاثنين ديسكرايب ايه؟ واي ذا اورجانيزيشن اكزيست، المؤسسه موجوده ليه؟ يعني لما اقول معهد الفن للتمريض موجود ليه؟ المعهد الفن للتمريض موجود عشان خاطر يبقى فيه ايه؟ نكمل يا شباب، سوري للمقاطعه. يبقى إيه؟ انا عايزه اقول بس هنا ان الميشن بتاع المعهد الفن للتمريض هو تعليم طالب مؤهل في مجال التمريض، وبعدين ممكن يكون من ضمن البيربوس بتاعه المعهد او بتاعه الجامعه عموما خدمه مجتمع، وفي نفس الوقت بحث علمي. يبقى انا لما اجي اتكلم عن البيربوس بتاع المؤسسه او الميشن بتاعه المؤسسه هقول هي اتنشات ليه، هي تم انشائها ليه؟ عشان تخريج طالب مؤهل بحث علمي وخدمه مجتمع. طب تعال بص مع بعض كده، سوري للمقاطعة. يعني الميشن هنا الميشن. طيب يا شباب الديفينيشن بتاع الميشن ايه؟ It is a brief statement، هي عبارة عن جمل، بتبقى الجمل دي بريف مختصرة، يعني identifying the reason that an organization exists. يبقى انا كده رجعنا تاني نفس الكلام اللي احنا قلناه، يبقى الميشن بديسكرايب ايه؟ Why the organization exists. طب كده وخلاص؟ لا، ده كمان بيقول لك بتحدد لك الفيوتشر ايم اند فانكشن. الميشن بتحدد لي الفيوتشر ايم اند فانكشن، يعني لما اقول ان انا عايزه بروفايد هيلث كير تو ذا بابليك ان ان افوردبل مانر، انا عايزه اقدم عنايه تمريضيه للجمهور، وبرده ايه مش وخلاص مش اي عنايه تمريضيه، ان ان افوردبل ايه مانر. طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف ان البيربوس او المش البيربوس اوف ذا ميشن، يعني ايه البيربوس اوف ذا ميشن؟ يعني احنا الرساله بتاعتنا الغرض منها ايه؟ اول حاجه طبعا انها جيف الدايركشن فور جولز اند اوبجكتيفز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا من الميشن هعرف احط لنفسي الجولز والاوبجكتيفز. هنا كده بناخد الاكبر للاصغر يا شباب، يعني الفيجن الاكبر، بعديها الميشن هشتق من الفيجن الميشن بتاعتي، من الميشن بتاعتي هشتق منها الجولز والاوبجكتيفز، تمام. كمان بتخلينا بروفايد بيخلينا يبقى عندنا مثل نص نيرسينج كير تو ذا بيشنت. يعني ايه يعني ايه الكلام ده؟ خلي بالك كده ان احنا هنقدم نيرسينج كير تو ذا بيشنت ويز كونسيدرنج اول ديتيلز الخاصه بمين؟ الخاصه بالعيان ده، تمام. يبقى هنا ايه؟ الميتيكولس نيرسينج كير ويتش وي ويل بروفايد تو ذا بيشنت بيز على الميشن بتاعتنا. واضح الكلام؟ يبقى اول حاجه بتعرفني الجولز والاوبجكتيفز، نمره 2 ان انا بعمل ميتيكولس نيرسينج كير تو ذا بيشنت، نمره 3 ان انا من خلال الفيجن بتاعه المؤسسه انا هعرف احط الميشن بتاعه المؤسسه. طيب نيجي بعد كده نمرة 3 اللي هي الفلسفي، الفلسفي اوف ذا اورجانيزيشن، الفلسفة بتاعة المنظمة. الفلسفة دي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن ستيتمنت، الستيتمنت دي must be written، يبقى written statement، تمام؟ طيب بتورينا ايه؟ set our values، بتعرفنا القيم بتاعتنا، الكونسبت المفاهيم بتاعتنا والبيليفز that pertain to nursing administration and nursing practice. يعني هي بتبقى الفلسفة فلسفتك انت الخاصة بأدائك أو إعطائك للخدمة التمريضية أو لإدارتك للمكان، بيبقى بيزد على يور فاليوز، على قيمك وعلى يور كونسبت مفاهيمك وعلى البيليفز بتاعتك أو معتقداتك. لذلك أي جملة هنشوف فيها وي بيليف ذات هنقول إن دي فلسفي. يعني لما يجي لك كده في الامتحان وي بيليف ذات إن وي ماست بروفايدنج الكير وذ إيكوال مانر فور أول بيبول أدميتد تو ذا هوسبيتال. يعني إحنا هندي العناية التمريضية للناس بشكل فيه عدالة بغض النظر عن لون الشخص، طول الشخص، ديانة الشخص. طالما قلت وي بيليف ذات يبقى ده فلسفي، لا هي عبارة عن لا هي فيجن ولا هي ميشن ولا هي أي حاجة غير إنها فلسفي. طيب
يبقى الديفينيشن بتاع الفيلسوف ايه؟ It is a statement of values. نسترجع يا شباب، الديفينيشن بتاع الفلسفي هو عبارة عن statement of values و beliefs زي ما احنا قلنا ذات direct an organization عشان to achieve المشن بتاعتها. تمام؟ يعني هنا كده اتفقنا ان هو اسمه هيراركي، اذا الفيجن الاول وبعد كده المشن وبعد كده الفلسفي. طب من الفلسفي بتاعتنا كمان we can verbalize الفيجن بتاعتنا both for nursing manager بالنسبة للمانجرز للمديرين او بالنسبة للبراكتشنر ان هم الناس اللي بيؤدوا عناية تمريضية عليه. تمام؟ طيب من الفلسفي كمان ان احنا nursing philosophy consist of beliefs about، يعني احنا عندنا beliefs about the person، الناس او الاشخاص او البشرية، الانفايرومنت. طبعا البيرسون لها فلسفة كتيرة، هنعملهم بعدالة بدون تمييز، هنعملهم بجدية وفعالية، وهنحافظ على خصوصيتهم. الانفايرومنت هنتعامل ان سيف انفايرومنت. لايف احنا قد ايه بنقدر الهيومن لايف. الهيلث هل احنا بنقدر الهيلث والبريفنشن اوف هيلث والبروموشن اوف هيلث ولا احنا ايه بالظبط. الالنس هل احنا بنتعامل مع الالنس وذ كايندنس وذ كمباشن. طب النيرسينج كير هل احنا ماشيين على ستاندر ولا احنا بنشتغل هازارد بالترايل والايرور. النيرس بيشنت ريليشن شيب هل احنا بنقدر النيرس بيشنت ريليشن شيب وبنعرف نحافظ عليها. كل دي بليفز اباوت الفلسفي. طيب نيجي بعد كده من الفلسفي اعرف اعمل فاليوز. الفاليوز بتاعتنا ايه؟ طب يعني ايه فاليوز؟ الفاليوز يا شباب يعني المورال راشونال فور اول بزنس، المورال الجانب الاخلاقي بتاع اي مهنه او بتاع اي شغل. زي ار جيفنج بتدينا مينينج للرايت واي تو دوينج ثينج. يعني الفاليوز بتاعتنا ان احنا عندنا قيم معينه ان احنا عايزين نعمل الحاجات كلها بشكل صحيح. تمام؟ او بشكل في اخلاقيات. يعني انفورماليتي بشكل غير رسمي، كرياتيفيتي نبدع، اونستي يبقى عندنا صدق، وذ هاي كواليتي، كورتسي اند كيرنج كمان احنا بنعتني بالهيومن او بنعتني بالناس ازاي. طيب يعني الفاليوز هي عباره عن جيفز مينينج تو ذا رايت واي تو دوينج ثينج. هي بتدينا الاتجاه او البوصله ان احنا بنشتغل بشكل صحيح من اول مره مع الناس. تمام؟ يعني احنا الفاليوز بتاعتنا باوند البيبل اند سيت ذا بيهيفير والستاندر اوف ذا امبلوي. البيهيفير يعني ايه؟ السلوك بتاع الامبلوي، الاتيتيود بتاع الامبلوي، هي الستاندر المعيار اللي بنقيس عليه سلوك البني ادمين دول، في فاليوز ماشيين على فاليوز ولا لا. طيب نيجي بعد كده في الهيراركي الجولز. الجولز خلي بالنا لو احنا رجعنا للكلاسيفيكيشن اوف بلان الحاجات دي موجوده في الكلاسيفيكيشن. فالجولز كانت سنجل يوز بلان. سنجل يوز بلان يعني ايه؟ يعني يوز اونلي وانس يا شباب، فاكرين؟ غير الستاندنج بلان اللي هي يوز مور ذان وانس. طب الجولز دي عباره عن ايه؟ جنرال ستيتمنت، هي عباره عن جمله ولكن الجمله دي عامه بتديك جيفنج يو ذا دايركشن وجيفنج ذا اورجانيزيشن ذا دايركشن عشان خاطر ان انا اوصل لحاجه اسمها اكومبلش او اتشيف الديزايرد اوتكم. دي الجولز بتاعتنا او الغايات بتاعتنا. امال الاوبجكتيفز يا شباب؟ برضو الاوبجكتيف سنجل يوز بلان. تمام؟ الديفينيشن بتاعت الاوبجكتيفز هي عباره عن سبيسيفيك ريزلت. سبيسيفيك ريزلت يعني ايه؟ يعني هي اللي بتديك الناتج النهائي من العمل. ذات وان wishes to achieve. اقول لك at the end of this lecture you can differentiate between the planning tools دي objectives. We can describe تعرف توصف لي بالظبط المشن واركان المشن بتاعت الاركان بتاعتها ايه. تمام؟ يبقى دي اسمها objective. طيب يعني هي عباره عن action statement through which the key element of the mission will be achieved. يعني أنا في الأول عندي vision، بعد كده عندي mission، بعد كده عندي إيه شباب؟ بعد كده عندي إيه بعد المشن؟ بعد كده عندي philosophy، بعد كده عندي goals، بعد كده عندي objectives اللي إحنا بنتكلم عليها دي. تمام؟ طيب the nursing organization should have objectives for evaluation للبيشنت كير. انا اكون اعرف اعمل evaluation للبيشنت كير. كمان evaluation للنيرسينج بيرسونيل، تقييم اداء العاملين بالقطاع الصحي او بالقطاع الطبي اللي هو evaluation للبرفورمانس بتاعهم، تقييم الاداء بتاعهم. بلاننج للاديوكيشنال بروجرام، اعرف اعمل اديوكيشنال بروجرام سواء كان بالنسبه للاديوكيشنال بروجرام ده هيشتغل على العيانين او هيشتغل على النيرسينج بيرسونيل.
اعرف اعمل ستافنج. وقلنا ستافنج يعني ايه؟ ستافنج يعني انا احدد النمبر والميكس اوف ستاف للمستشفى دي. النمبر والميكس يعني ايه؟ يعني اقول المستشفى دي محتاجه 150 ممرض وممرضه، ومحتاجه مثلا 20 مشرفه تمريض، ومحتاجه كذا. ده اسمه ستافنج. يبقى النمبر اوف نيرسينج بيرسونيل والميكس اوف نيرسينج بيرسونيل يعني ايه ميكس؟ يعني بروفيشنال كام ونمبر بروفيشنال كام، هو ده اسمه ستافنج. كمان اعرف احدد ريكويزيشن اوف اكويبمنت وسبلايز. اعرف اقول ان كل قسم من الاقسام عايز قد ايه سبلايز اللي هي المستهلكات، وعايز قد ايه اكويبمنت الحاجات الدائمه في المكان عندي، الالات والمعدات. طيب يعني كده الميشن والبيربوس هاف تو بي ترانسليتد انتو اوبجكتيفز. يبقى انا في الاول عندي ميشن، والميشن دي يبقى لها فلسفي، والفلسفي دي يبقى لها فاليوز. وممكن اقسم الميشن دي الى جولز، وبعد كده الجولز اقسمها الى ايمز، والايمز اقسمها الى اوبجكتيفز. يبقى في الاخر الميشن او البيربوس هاف تو ترانسليتد انتو ايه؟ انتو اوبجكتيفز. طيب ذا اوبجكتيف ستيتمنت لازم يكون ليها سيرتن كاركترستكس. يعني ايه خصائص معينه؟ يعني الاوبجكتيفز بتاعتنا لازم تكون سبيسيفيك. سبيسيفيك يعني ايه؟ يعني محدده. اوبريشنال، اوبريشنال يعني ايه؟ يعني عمليه. اوبريشنال اقدر احققها، فليكسبل مرنه، ميجرابل اقدر اقيسها، رياليستيك حقيقيه، كان بي اوبزيرفد اقدر الاحظها ان انا حققت الاوبجكتيفز دي ولا ما حققتهاش. نيجي بعد كده يا شباب حاجه اسمها ايه عندنا في البلاننج تولز او البلاننج هيراركي؟ البوليسي. البوليسي او السياسات او السياسه. يعني ايه كلمه بوليسي؟ دي عباره عن الباوندرز، الباوندرز او الجايد لاين. باوندرز او جايد لاين. باوندرز يعني ايه؟ يعني حاجه بتحدد ادائك، بتقول لك الجزئيه دي انت بتعمل صح او خطا. يبقى باوندرز. تمام. او جايد لاين هي عباره عن مرشدات فور ديسيجن ميكنج اند بيهافير. اقدر من خلال البوليسي اخد ديسيجن ميكنج او اخد ديسيجن معين، واعرف اتخذ اجراء معين. وزين ذا بيرسونيل كان اكت. تمام. يبقى تاني البوليسي ار باوندرز وجايد لاين فور ديسيجن ميكنج اند بيهافير. تمام. وزين ويتش البيرسونيل كان اكت. طيب يعني لما نقول مثلا اول امرجنسي كيسز should be accepted in any hospital at any time. يعني ايه الكلام ده؟ دي بوليسي، دي سياسه، سياسه القطاع الصحي او المستشفيات. المستشفيات او المؤسسات اللي بتدي رعايه صحيه بتقول ان هم accept الامرجنسي كيسز، الحالات اللي جايه في امرجنسيز في طوارئ، في اي وقت في اي مستشفى. طيب في عندي بعد كده حاجه اسمها hospital policy. hospital policy دي عباره عن ايه يا شباب؟ is a general hospital standard. general hospital standard. طب بيدسكرايب ايه الجنرال هوسبيتال ستاندرد ده؟ ديسكرايب الاورجانيزيشنال اوبجكتيفز تو بي اتشيفد. يعني هي بتوضح لك ازاي اعرف احقق او اعرف اطبق او اعرف اتشيف الاورجانيزيشنال اوبجكتيفز. تمام. يعني الباوندرز او الجايد لاين اللي من خلاله بقول ان الديسيجن بتاعك صح او خطا هو البوليسي. طيب كمان اللي هي كمان بتديك الجنرال هوسبيتال ستاندرد اللي بتعرفك ان الاورجانيزيشنال اوبجكتيفز بتاعتك كان بي اتشيف ثرو انك انت تعمل اتشيفمنت وتعمل اكومبلشمنت للهوسبيتال اوبجكتيفز او الهوسبيتال، سوري الهوسبيتال بوليسي. طيب خلي بالك كده الهوسبيتال بوليسي سيرف الجايد لاين فور اكشن. يعني ايه سيرف الجايد لاين فور اكشن؟ يعني هي بتعرفك ان ادائك صح او خطا ان اتشيفنج الهوسبيتال اوبجكتيفز. تمام. طيب ايه البيربوس اوف بوليسي؟ اول حاجه بتديك انفورميشن، ايه الحاجات اللي المفروض تعملها والحاجات اللي المفروض ما تعملهاش. دي بتديك انفورميشن، بتقول لك خلي بالك انك انت موظف لسه متعين جديد، مالكش اجازه اعتياديه غير بعد مرور 6 شهور. دي بوليسي. يقول لك انك انت في اثناء ال6 شهور الاولانيين هتاخد اجازه عارضه بس، يبقى دي بوليسي. اقول لك من البوليسي اللي موجوده عندك النظام الشيفت سكيدول بتاعك هيبقى شكله ازاي، الشيفت بتاعك هيبقى كام ساعه. تمام. يبقى دي بوليسي. طيب هي كده بتديك ايه؟ بتديك انفورميشن. يعني اول حاجه ان البوليسي جيف يو انفورميشن. كمان بتساعدك انك انت تاخد قرار. يعني حد يجي لك يقول لك انا عايز اخد اجازه اعتيادي وهو لسه متعين، تقول له ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان انت لسه متعين جديد ما كملت 6 شهور، والبوليسي بتقول ان ما ينفعش الاجازه الاعتياديه في اول 6 شهور. فاهمين؟ يبقى هي جايد الديسيجن ميكنج. ايه كمان؟ سولف ريكرنت بروبلم، في مشكله على اي حاجه في المؤسسه بنرجع للبوليسي تحلها البوليسي. البوليسي نفسها ممكن تبقى ديسيجن ميكنج لوحدها، يعني مطلوب منك تاخد ديسيجن عن حاجه معينه بس هي موجوده في البوليسي، خلاص انت مش هتاخد ديسيجن، مش هتفكر، انت هتطبق البوليسي.
طيب كرييت الستاندرد اوبريتنج بروسيجر امونج يونتس. البوليسي بتقول لك خلي بالك ان اليونتس اللي عندك لازم تدي النيرسينج كير او الميديكال كير بيز على ستاندرد معين اللي هي متبنيه المستشفى. بتخليك تختار من وسط الترناتيف، يعني البوليسي والسياسات اللي فيها ممكن تمكنك انك انت تختار الترناتيف معين من الترناتيفز كتيره موجوده عندك. البوليسي برموت الافشنسي لان في قرارات موجوده في البوليسي اساسا، فبتوفر لي وقت وبتوفر لي جهد وبتوفر لي تكلفه، يبقى كده برموت الافشنسي. وكمان البوليسي هتخليك تمشي على السيفتي ميجرز وهتخليك تبقى كونسيستنس في كل التعاملات بتاعتك. يعني ايه كونسيستنس؟ يعني انت بتدي القرار لامال زي ما بتدي القرار لهيام زي ما بتدي القرار لاحمد، لان كل قراراتك بتز على البوليسي السياسات بتاعتك الموجوده في المؤسسه. طيب ممكن كمان بالبوليسي دي اعرف اقيم البرفورمانس ايفالويشن بتاعك كويس ولا لا. تمام، يعني ممكن اعمل البرفورمانس ايفالويشن بيز على البوليسي، تبقى البوليسي بتاعتي جايد البرفورمانس ايفالويشن. طيب البوليسي دي او السياسات دي احنا بنجيبها منين؟ احنا بنجيبها من ثلاث حاجات. اول حاجه الطب مانجمنت، نمره 2 الديبارتمنتال هيد، نمره 3 اوتسايد ذا اورجانيزيشن. تعال نشوف الطب مانجمنت اللي هو البورد اوف ذا دايركتور اوف دايركتور. الطب مانجمنت اللي هنا بنسميهم بيعملوا حاجه اسمها اوريجينيتد بوليسي. تمام، يعني هم اللي بيعملوا البوليسي من الاساس. طب الام بتاعنا هنا تو جايد المانجر اند ذير سب اوردينيت ان ذير تاسك. الام بتاع التوب مانجمنت هي بتعمل ليه بوليسي او بتشارك ليه في اعداد البوليسي او بتبقى هي ليه مصدر البوليسي عشان خاطر هي عايزه السب اوردينيت بتوعها او السب اوردينيت بتوعهم تو سبورت ذم بالبوليسي دي، تخليهم يعملوا التاسك بتاعتهم او المهام المنوطه ليهم بس على البوليسي. طب الديبارتمنتال هيد اللي هم زير اسيستنس والسوبرفايزر كمان ذيس بوليسي كان بي دريفد فروم ذا برود بوليسي، يعني البوليسي اللي بيحطها الديبارتمنتال هيد بتبقى مشتقه اصلا من البوليسي اللي عملها التوب مانجمنت. تمام، يعني هنا سلطه وقدره الديبارتمنتال هيد في عمل البوليسي او المشاركه فيها بتبقى بيزد على حاجه اسمها ديسنتراليزيشن. ديسنتراليزيشن يعني ايه؟ يعني حضرتك بتعمل كونسيستنت ديليجيشن اوف ديسيجن ميكينج تو ذا رول ليفل. يعني ايه برضو؟ يعني لا مركزيه، يعني التوب مانجمنت بتسمح للاقل منها في المستوى الوظيفي او في الليفل الهيراركي الليفل تعمل قد ايه من مهام وتاخد قد ايه من قرارات، اسمها ديسنتراليزيشن. يعني ايه؟ يعني سيستماتيك ديليجيشن للديسيجن ميكينج اوثوريتي ات ذا لوور ليفل. يعني بنعمل ديليجيشن تفويض للسلطه في المستوى الاداري الاقل. تمام، طيب امال السورس الاوتسايد ذا اورجانيزيشن دي بتبقى بوليسي اكسترنال امبوزد بوليسي وبتبقى جايه من الجوفرنمنت، يعني ايه؟ الحكومه بيكون لها دور في وضع السياسات، حكومه الدوله. تمام، يبقى انا كده يهمني بس اعرف ان السورس اوف بوليسي 3 سورس اوف بوليسي، توب مانجمنت وديبارتمنتال هيد يا جماعه واوتسايد ذا اورجانيزيشن اللي هي من الجوفرنمنتال كنترول. تمام، طيب هل في تايبس اوف بوليسي؟ اه، في بلاننج بوليسي وفي اورجانيزيشنال بوليسي وفي موتيفيشنال اند كنترولنج بوليسي. بلاننج بوليسي يعني ايه؟ اللي هي السياسات الخاصه بعمليه التخطيط. اورجانيزيشنال بوليسي يعني ايه؟ السياسات الخاصه بالمنظمه نفسها. تمام، السياسات الخاصه. تمام يا جماعه كده كمان في عندنا بوليسي اسمها موتيفيشنال اند كنترول بوليسي، ازاي تحفز الناس وازاي تقيم الناس، دي لها برضو لها برضو بوليسي، لها سياسه معينه. في برضو لارجست جروب اوف بوليسي زي مثلا بيرسونيل بوليسي الخاصه بشؤون العاملين او الموظفين، الديبارتمنتال بوليسي الخاصه بالاقسام المختلفه، وبعد كده الفاينانشال بوليسي الخاصه بالماليات او الخاصه بالحاجات الماليه في المؤسسه. تمام، طيب في عندنا البيرسونيل بوليسي. البيرسونيل بوليسي يعني ايه يا شباب؟ البيرسونيل بوليسي اللي هي خاصه بقطاع العاملين في المؤسسه بتاعتك. There are concerned with all hospital personnel، يعني هي مسؤولة عن كل الأفراد اللي موجودين في المستشفى. الهوسبيتال بوليسي دي هي اللي بتحدد الرولز أو بتحدد الباوندرز أو بتحدد الجايد لاين لكل الهوسبيتال بيرسونيل. طيب كمان هي intended to act as a guide، هي عبارة عن الجايد بتاعنا للسوبرفايزر والستاب بيرسونيل، يعني المشرفين عايزين يمروا على إيه وإزاي ويمروا عليكم إمتى والأسرة بتاعتهم عليكم إيه من خلال البيرسونيل بوليسي. كمان الستاب بيرسونيل فور ذا بروتكشن اوف ذير رايتس، هنا كمان هنا البيرسونيل بوليسي بتحافظ على حقوق مين؟ على حقوق الموظفين
وكمان على البيشنت بروتكشن اوف بيشنت رايت وبروتكشن اوف فاميلي رايت، وكمان بتنهانس السيفتي اوف بيرسونيل للبيرسونيل بوليسي. طيب اما الديبارتمنتال بوليسي يقول لك الديبارتمنتال بوليسي دي زير ار سبيسيفيك بيرسونيل بوليسي، تمام، بس دي ابلايد اونلي تو سيبر الديبارتمنت اور انديفيديوال بوزيشن، يعني هي خاصه بديبارتمنت، يعني هي برضه خاصه بالبيرسونيل بوليسي ولكن هي خاصه بديبارتمنت بعينه. يعني مثلا نظام الشيفت ديوتي اور عدد ساعات العمل، او النيرسينج بروسيجر، او التايب اوف يونيفورم، الستاف اديوكيشن، الروتيشن شيفت، والريبورتنج اون اند اوف ديوتي. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ ديوتي اور يعني عدد ساعات العمل في الشيفت الواحد، النيرسينج بروسيجرز الاجراءات التمريضيه اللي بتتم في القسم ده بالذات، الطيب اوف يونيفورم هل اليونيفورم بتاع القسم ده مختلف عن باقي اليونيفورمات، زي مثلا العنايه المركزه يونيفورماتها مختلفه، العمليات يونيفورماتها مختلفه. طيب يبقى احنا كده وصلنا لحد ان احنا ممكن نغير زي لون الزي او شكل الزي بناء على الديبارتمنت، وده اسمها ديبارتمنتال بوليسي. طيب في كمان البوليسي الخاصه بالادمنستريشن اوف ميديكيشن، يعني انا ادمنستريشن اوف ميديكيشن دي نيرسينج بيرسونيل بوليسي، يعني ازاي التمريض بيدي الميديكيشن ده نيرسينج بيرسونيل بوليسي. امال ازاي الاطباء بريسكرايب الميديكيشن دي اسمها ميديكال ديبارتمنتال بوليسي. نيجي بعد كده الفاينانشال بوليسي، بتتكلم عن ايه بقى الفاينانشال بوليسي دي؟ دي هتعرفك السورس اوف كابيتال، الفلوس بتاعتك جايه منين، وزاره الماليه بتديك قد ايه، الجامعه تديك قد ايه، وهكذا. اليوز اوف كابيتال هنقسمها ازاي على المستشفى بتاعتنا. طيب البروتكشن اوف كابيتال هنحميها ازاي وهنحافظ عليها ازاي، وازاي نستغل كل بند في البند الخاص بيه. ديستريبيوشن اوف ايرنينج بقى لو انت داخل لك ربح معين من قطاع معين، زي مثلا قطاع التذاكر في مستشفيات جامعه اسيوط، او داخل لي ربح مثلا نتيجه لدورات تدريبيه انا بديها، فده هقسمه ازاي، هوزعه ازاي على الناس، ده ما ينفعش اوزعه بدماغي، لازم اكوردنج تو الفاينانشال بوليسي. طيب الجزئيه بعد اللي بعد كده رولز، يعني ايه رولز؟ رولز ده سنجل بيربوس ستيتمنت. يعني ايه سنجل بيربوس ستيتمنت؟ يعني بتعرفك ازاي حضرتك الشغل ده ماست بي دان، لازم تعمله، او الشرط ده او المهمه دي ماست بي دان اور ماست نوت بي دان. يعني انا برولز دي بقول انك انت لازم تعمل كذا ومش لازم تعمل كذا، زي مثلا احنا نقول نو سموكينج ان از الاود، يعني مش مسموح لك انك انت تدخن في اي حته في المستشفى، المفروض في اي حته في المستشفى، بس في بعض الرولز بتقول لك نو سموكينج از الاود فين بقى، في الروم ان وير الاكسجين از بينج ادمنسترد، يعني في الاماكن اللي فيها سنترال اكسجين بس، تمام، او في الاماكن اللي فيها شيست بيشنت. يعني ايه شيست بيشنت؟ مرضى بيعانوا من شيست ديزيز. طيب وفي برضو بعض الرولز وانت ماشي في الطريق كده في المستشفى تحت يقول لك نو باركينج هير. نو باركينج هير يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اي حد يركن هنا، الركنه تبقى لمين؟ مثلا الميديكال ستاف او للامبيولانس العربيات الاسعاف. دي رولز يا شباب. طيب هل في بيربوس للرولز؟ البيربوس الاولاني بتاع الرولز ان هي انفلونس الكوندكت اوف بيشنت والوركر اند اذر ان ذا هوسبيتال، يعني السلوك اللي عندك ده هيلتزم بالطبيب والتمريض والمريض واهله. كمان بتهلب البيرسونيل تو فورم الهابتس، بتخليك انك انت تكون هابتس اوف جود براكتس، ان انا عارف ايه الصح ايه فببدا اعمله، وايه الخطا ايه فمش اعمله، لان انا لو عملته هتجازى على كده. طب هل في جايد لاين للافكتيف رولز؟ اول جايد لاين للافكتيف رولز لازم تكون كونسيستنت. كونسيستنت يعني ايه؟ تتطبق على الكل. يعني هنا مثلا كان زمان في العمليات يقول لك نو سموكينج هير، ونبص نلاقي الصف اللي لسه بيدخن، تمام، فهنا مفيش كونسيستنسي. الكونسيستنسي معناها ان الرولز تتطبق على الكل، على الصف، على رئيس القسم، على العامل، على كل الناس. طيب ريزونابل يعني ايه؟ يعني كل الناس تعرف تعملها، كل الناس تقدر تعملها. نيسيساري يعني هي مهمه جدا، عشان كده احنا قلنا ماست ما قلناش شود، قلنا ماست بي دان او ماست نوت بي دان. ابليكابل يعني ايه ابليكابل؟ يعني ممكن اطبقها. اندرستاندبل كل الناس تبقى فاهماها، عشان كده بنعملها بنكتبها كتابه يا شباب، وفي نفس الوقت بنعملها على شكل صوره بحيث اللي ما بيعرفش يقرا يعرف من الصوره انت عايز ايه هنا كرولز. شفتوا كده الاشاره بتاعت نو سموكينج او نو باركينج بتبقى معروفه، حتى لو انت مش هتعرف تقرا الكلام المكتوب لكن تعرف تشوف الصوره تعرف معناها ايه. لازم كمان تبقى ديستريبيوتد وكوميونيكيتد. ديستريبيوتد يعني ايه؟ يعني انا عملت رولز معينه لازم كل الناس تعرف الرولز دي ايه، فانا كده هوزعها للناس الموجودين او للاقسام المعنيه، وفي نفس الوقت اعمل لها كوميونيكيشن هوصلها لكل الناس، ولا مش هيبقى ليها اي ستيل لازمه. طيب نيجي بعد كده الهيراركي كده هيبدا ينتهي معانا،
فهناخد دلوقتي حاجه اسمها ريجوليشنز. ريجوليشنز دي عباره عن بوليسي. الريجوليشنز على فكره طيب من البوليسي اللي احنا خدناها قبل كده، يعني طيب من السياسات، ولكن مش بتطبق على كل المستشفى، ومش بيعملها الثلاثه ليفلز اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم. احنا كنا قلنا البوليسي دي بيعملها الطب مانجمنت او البورد اوف دايركتور، وبيعملها الديبارتمنتال هيد، وبيعملها انذر ايجنسي او انذر اكسترنال بيرسونيل من السوسايتي، وقلنا ساعتها الجفرنمنتال كنترول لو فاكرين. هنا بقى ريجوليشنز هي تايب اوف بوليسي، بس اللي بيعملها الميدل والفيرست لاين مانجمنت. مين الميدل والفيرست لاين مانجمنت؟ اللي هي السوبرفايزرز اللي هم مشرفين القطاعات، والفيرست ليفل اللي هي الهيد نيرس. طيب دول بتبقى لازمتهم ايه الريجوليشنز دي؟ تبقى جايد لاين فور اكشن ذات ابلايد فور اونلي ا ديبارتمنت، بطبقها بس على قسم واحد من الاقسام. تمام؟ زي مثلا ما احنا نقول النيرسينج بيرسونيل ويل اولويز وير اليونيفورم وين ان ديوتي. يعني لازم تلبس ايه؟ اليونيفورم وين ان ديوتي. تقول يا دكتوره طب ما كل الناس بتلبس يونيفورمات، هقول لك لا، بس ممكن اليونيفورم يختلف من قسم للتاني بناء على ريجوليشنز. طيب النيرسينج بروسيجر في الاي سي يو هتبقى شكلها ازاي عن باقي الانترنال ديبارتمنت؟ الروتيشن شيفت والبروفيشنال نيرس في الاي سي يو يبقى شكله ازاي؟ يعني في الانترنال ديبارتمنت انا ممكن اخلي واحده بس هيد نيرس كسوبرفايزر على المكان، لكن بالنسبه للاي سي يو لا، ده ممكن تكون في واحده بروفيشنال نيرس ريسبونسبل فور بروفايدنج بيشنت كير على البيشنت نفسه. يعني ممكن اكون حاطه لكل عيان واحده بروفيشنال نيرس. دلوقتي يا جماعه هنستأنف المحاضره وهنتكلم عن حاجه اسمها بروسيجرز. البروسيجر او اسمه الاجراء، البروسيجرز او الاجراءات اللي انت بتعملها في الاقسام التمريضيه اللي كنت بتاخدها وانت مع اسيات تمريض ومع بالغين ومع النساء ومع الاطفال، كنا بناخد حاجه اسمها بروسيجر. طيب هو ايه البروسيجر دي؟ دي عباره عن جايد اوف بيرفورمانس اوف ان اكتيفيتي. جايد بترشدك ازاي تعمل اداء معين بشكل صحيح. تمام؟ او بنسميها التعريف الثاني بتاعها البروسيجر ده از ا سيكونس اوف ستيبس، يعني مجموعه من الخطوات ريكوايرد فور وان سبيسيفيك تاسك، مطلوبه منك تعملها خاصه بسبيسيفيك تاسك معين انت تعمله مع العيان. زي مثلا لما نقول انك انت عايز تقيس الحراره للعيان، في خطوات لازم تمشي عليها. هتشرح البروسيجر للعيان، هتحضر التري، هتعمل واحد، هتعمل اثنين، ثلاثة، أربعة، دي اسمها سيكونسينج اوف ستيبس، مطلوبة منك لازم تعملها عشان تو اتشيف السبيسيفيك تاسك ده. زي مثلا البروسيجر اوف بيشنت ادميشن، العيان لما يجي يدخل ليه بروسيجر لازم نعمله، لازم نمشي عليه. طب خلي بالك البروسيجر ده سكيرفولي بلاند، لازم يكون متخطط له كويس خالص اند فولود ومتبع. ليه؟ عشان تو مينتين الانرجي، عشان نبقى محافظين على طاقتنا وعلى التايم بتاعنا ار سيف، وكمان نحافظ على الكوست بتاعنا. البروسيجر لازم يكون ريتن، لازم يكون مكتوب، ولازم يدي كومبليت انفورميشن اباوت البيرسون انفولفد ان ذا اكتيفيتي، يعني مين هيعمل ايه. افكتيف بروسيجر يا شباب شود انكلود اوبجكتيفز وستيبس، يعني اي بروسيجر لازم يكون ليه اوبجكتيفز ولازم يكون ليه ستيبس معين. خلي بالك بيقول لك البروسيجر فور نيرسينج كير انكلودنج ذا فولوينج، لازم يكون في ستيتمنت اوف اوبجكتيفز، الهدف من البروسيجر ده انت هتعمله ليه، هو از بيرفورمينج ذا اكتيفيتي، مين اللي لازم يعمل البروسيجر ده، السبلايز والاكويبمنت ريكوايرد، ايه الادوات والمستهلكات اللي انت مطلوبه منك عشان تحضرها عشان تعمل البروسيجر، والميثودز اللي انت هتستخدم بيها اللي هتستخدمها في اداء البروسيجر، والكرايتيريا اوف بيرفورمانس. يعني ازاي كرايتيريا اوف بيرفورمانس؟ كرايتيريا يعني خصائص معينه او وصفه معينه. لما اقول لك يو ماست تيك ا بلاد سامبلينج فروم ذا بيشنت، اقول لك وزاوت كوزنج هيماتوما، وزاوت كوزنج هيماتوما دي كرايتيريا. اقول لك ايه فروم ذا فيرست تايم، يبقى انت تاخدها بس من اول شكه للعيان، دي اسمها كرايتيريا. تمام؟ طيب في بعد كده عندنا حاجه اسمها مانجيريال بروسيجر الخاصه بالمانجمنت او الخاصه بالادمنستريشن، زي الهايرنج بروسيجر. هايرنج بروسيجر يعني ايه؟ انا متقدم للوظيفه معينه 10 افراد، هبدا اختار 8 بس منهم او 6 بس منهم، اسمها سيلكشن اوف ابليكانت. تمام؟ طيب هساله بقى على ايه؟ هساله على الباست تريننج، انت خدت تدريبات قبل كده؟ ايه الايديوكيشنال ليفل بتاعك؟ ايه الاكسبيرينس بتاعتك؟ ايه البريفيوس ورك ريكورد؟ طب هل معاك شهاده من المكان السابق اللي اشتغلت فيه قبل كده بيقول انك كنت حسن سير وسلوك؟ الهيلث ستيتس،
اعمل له بقى الفيزيكال اكزامينيشن، واعمل له الانفستيجيشنز المختلفه زي التحاليل بتاعه المخدرات وتحليل الشيست وخلافه، بحيث اتاكد ان الشخص ده كويس ويعرف يؤدي العمل عندي بشكل مظبوط. طب كمان بساله على البريزنت جوب والتست ريزلتس، واساله كمان عن individual objectives. طب احنا قلنا ان البروسيجر بتاعتنا لازم تكون ريتن، فاكرين الكلمه دي؟ احنا قلنا البروسيجر ماست بي ريتن او شود بي ريتن. ليه هي شود بي ريتن؟ ليه لازم تكون مكتوبه؟ اول حاجه طبعا لان الريتن بروسيجر بروموت الافشنسي، بيبقى فيها افشنسي عاليه. يعني ايه افشنسي عاليه؟ يعني بنحافظ على الكوست وعلى التايم، بتكون سيفتي، ويكون في كونسيستنسي كلنا هنمشي عليها بنفس الشكل او بنفس الطريقه. ثانك يو فيري ماتش فور يور ليسننج. اتمنى يا شباب ان كنتوا تذاكروا المحاضره كويس قوي وتسمعوها مره واثنين ونذاكرها كويس، واحنا هنكون ملزمين باللي اتقال في الباوربوينت. اي حاجه ما اتقالتش في الباوربوينت مش هنبقى ملزمين بيها. نسمع المحاضره كويس ونمضي باسمنا تحت المحاضره ان احنا سمعنا المحاضره، يعني كانها كشف حضور. شكرا ليكم، وقابلكم المره الجايه ان شاء الله في محاضرة وجها لوجه. شكرا يا شباب، سلام عليكم.